كل يوم بنتابع مجهود جبار، حفلات واستعراضات وفعاليات كثيرة جدا. خلف تصوير هذه الحفلات والفعاليات بشكل تقني عالي وبجودة عالية هو فريق جبار بيقدر يقوم بكل ده بأحدث التقنيات والأجهزة علشان يوصل صورة للمشاهد اللي مش قادر ان هو يكون موجود معانا في مدينة العالمين، كل شيء لحظة بلحظة وبتقنية عالية. بيسعدنا يكون معانا ومنورنا المخرج أحمد النبوي المشرف على التصوير والنقل التلفزيوني لحفلات وبرامج مهرجان العالمين. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا دينا، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا مصر. يمكن انا هكون شهادتي مجروحه، بس انا اشتغلت معاك ويعني ده حاجه بالنسبه لي كويسه جدا. انت دقيق جدا في كل التفاصيل وفي كل شيء عشان كل حاجه تخرج بشكل مميز قوي. هل الشخصيه دي تشكلت بشكل كبير من خلال العمل في مهرجانات كبيره وفي احدث تقنيات وكل ده، ده اللي خليك مخرج مميز بالشكل ده؟ صباح الخير الاول. والله يعني مكان زي المتحده الخدمات الاعلاميه والمتحده الانتاج الفني، المكان اللي بنشرف ان احنا نتبع اليه، هو يعني لازم يخليك دايما على يعني على قدر من الخبره وعلى قدر من ان انت دايما ستاند باي للفعاليات الكبيره والاحداث الكبيره، لان في الاول والاخر الثقه اللي هم حطوها فينا ان احنا شباب وان احنا نقوم بتغطيه مهرجان بالحجم ده وعلى السنه الثانيه على التوالي يعني، فده لازم يخليك دايما مستعد ودايما مذاكر ودايما دقيق ودايما يعني شايف اللي جاي ومستعد لاي مفاجآت عشان تكون على نفس القدر من شركه بحجم الشركه المتحده يعني. طيب اكيد النقل للحفلات والمهرجان بصفه عامه وراك تجهيزات كتيره جدا، انتوا هنا من امتى وايه التجهيزات اللي انتوا قمتوا بيها علشان نخرج بالصوره المشرفه دي؟ والله احنا بنجهز للمهرجان من اخر يوم في النسخه السابقه. وكان اول حاجه اتقالت لينا ان احنا نجاح النسخه الاولى هو هيضاعف الحجم المجهود اللي هيتم بذله في التجهيز للنسخه الثانيه. احنا بنجهز من السنه اللي فاتت فعلا، بس احنا فعليا على الارض بقالنا اكتر من 4 شهور معاينات بيننا وبين جميع الشركات المشاركه في تجهيز المهرجان. والمهرجان زي ما احنا عارفين هو مش الحفلات فقط، هو الحفلات وفعاليات وبرامج. فاحنا كل يوم كنا بنعمل معاينه المكان، اختيار مكان الارينا الجديد ده ما كانش بالصدفه، ده كان يعني نتاج مجهود ونتاج ان كل الشركات اجتمعت عن ان اليو ارينا تتنقل للمنطقه الجنوبيه من الشاطئ. وكان من ضمن الاسباب لنقل اليو ارينا او نقل المكان الارينا للمكان الجديد ان لازم نقول ان العالمين مش بس الممشى السياحي والابراج الشاطئيه، في مكان زي المدينه التراثيه اللي فيها المسرح الروماني وفيها اوبرا وفيها سينما وفيها مكان للخدمات متكامل وللمعيشه. والجديد بقى ان هي يعني كل المكان كل لان هو بقى فيه اليو ارينا الجديده مساحه اكبر وتستوعب عدد اكبر، ويعني مكان هو انا شايف ان هو كان اختيار صائب يعني. اليو ارينا كانت مميزه جدا في ان هي مساحه كبيره زي ما انت بتقوله مكان افضل، بس اكيد هي المساحه الكبيره دي بتحتاج تقنيات وكاميرات اعلى وتجهيز كبير جدا عشان تقدر تنقل الحفلات للمشاهد اللي بيتابعها في البيت بشكل فيه بصوره جيده، بصوره تحسسه ان هو كانه في قلب الحدث زي ما بنقول دايما او جوه الحفله نفسها ومستمتع وهو قاعد بيشاهدها في التلفزيون. والله احنا كبس تلفزيوني ونقل وتصوير احنا بنبقى اخر حلقه في حلقات كتيرة جدا كانت قبلينا. يعني احنا في مجهود شركات واشخاص بالمئات لازم احنا اللي مكلفين بان احنا نوصله للناس، فكان تجهيز الارينا من شاشات واللايت سيستم والساوند سيستم ده كان لازم كله يظهر بشكل يليق بالمكان. طبعا المكان اكبر بكتير فكان ده مجهود علينا ان احنا لازم المكان يتصور بشكل لائق يعني كما هو يستحق. تمام. وكمان كان عندنا ان الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه والشركه المتحده للانتاج الفني
ما كانتش بتبخل علينا بأي إمكانيات أو أي حاجات محتاجينها إن هي تساعدنا في إظهار المكان بالشكل اللائق. يعني مهنة الإعلام أو الإخراج أو الميديا بشكل عام بتحتاج دايما لتدريب مستمر، يعني إن أنت مش بتوقف عند الحد، أنت لازم تتعلم طول اليوم علشان تكون بتواكب كل التقنيات الحديثة في مجال الميديا اللي على مستوى العالم كله، واللي مصر بتنقلها هنا فعلا من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. إزاي بتتدربوا التدريبات دي أو التريننج بتاخدوه فين؟ والله كالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فهو فيها أكاديمية للتدريب، وكمان احنا بنبقى دايما بنذاكر زي ما بنقول كده في في الشغلانة. بالظبط، دايما بنذاكر، دايما بنطلع على اللي بره، وثقة الشركة فينا احنا كشباب خصوصا، يعني ان احنا ما عندهمش اي مشكلة ان احنا نجرب، وده مش شركات كتير بتستحمل او تقدر او يبقى عندها الثقة ان هي تخليك تجرب، تخليك تتدرب. انت عارف لما الناس بتشوف الحفلات بتاعت اليو ارينا واخراجها بيتخيلوا ان هو في مخرج اجنبي زي ما بعض الشائعات بتطلع، يعني ما بيعرفوش انها كوادر مصريه اصيله وشباب كمان هم اللي بيقدروا يعملوا ده بكل ثقه. يعني لا، احنا الحمد لله كلنا شباب في سواء في الشركه او في التجهيزات اللي بتحصل، وده مش جديد على الشركه المتحده، لان انت زي ما انت عارفه ان كل القطاعات دلوقتي فيها شباب وقيادات شابه، الى جانب الخبرات طبعا اللي احنا بناخدها من الاشخاص اللي موجوده، من الاساتذه اللي بيدرسونا او بيعلمونا، يمكن زي ما انت ذكرت في الاكاديميه يعني. بالظبط، فكل ده بيصب على ان احنا بنطلع بشكل الناس بتفتكر ان هو اجنبي، وحتى لما بيجي اي حد اجنبي من بره لتدريبنا على معده جديده او حتى ان هو يشارك في فعاليه معانا او ايفنت، هو بيبقى موجود عشان تعرفنا على التقنية او الأجهزة، لكن هو حتى لما بيخلص التاسك يعني هو بيشيد بينا، ودايما بيتقال لنا ان احنا ما فيش مشاكل بتهمنا، دايما عندنا اي حاجه، يعني أي مفيش مشكله بتوقفنا. ايوه، ودايما على لساننا على طول كلمه حصل، اعتبره حصل. اعتبره حصل. طب انا ده السؤال اللي عايز اساله لك، ازاي بقى بتقدروا، يعني طبعا حفلات كبيره وفعاليات كتير اكيد بيواجهكوا اي عقبات في نقلها او في تصويرها بشكل كبير، ازاي بتقدروا تتغلبوا على العقبات دي؟ والله اهم حاجه هي التجهيز والتحضير لاي حفله او اي فعاليه او اي برنامج، والبروفات اللي بتحصل، سواء البروفات اللي بتحصل داخل الأرينا نفسها أو خارج الأرينا، احنا بنبقى متابعين كل ده وبنبقى موجودين على رأس الحدث، وما يعني ما بنكسلش زي ما بنقول، يعني فأي مفاجأة بتظهر لنا احنا بنبقى مستعدين ليها، غير ان احنا بالخبرات اللي خدناها في الفعاليات الكبيرة اللي بننقلها أو اللي الشركة بتعملها، فاحنا تعودنا على الحاجات اللي بتحصل يعني. صحيح. ودايما جاهزين ودايما عندنا خبرات زي ما بقول لك جاهزه، ودايما معداتنا جاهزه ومأمنين نفسنا، فيعني الحمد لله. الفكره اللي كانت جميله جدا في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه هي القناه اللي هيتم تدشينها علشان تبث كل فعاليات المهرجان، رياضيه واجتماعيه والاطفال، مسرح، كمان الفعاليات الغنائيه والحفلات الغنائيه الكبيره لكبار نجوم الفن، مش في بس المصريين ولكن من الوطن العربي ككل. الفكره دي شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ السنه دي المهرجان مش بس حفلات في الويك اند. بالظبط، السنه دي المهرجان هو على مدار الاسبوع او على مدار الشهرين. ففي فعاليات يوميه، وفي فعاليات تخص كل فئات المجتمع وكل الاعمار، اللي مهتم بالرياضه ففي ممشى كامل رياضي في كل الالعاب اللي تتخيليها، في بطولات عالم، اللي مهتم حتى بالحيوانات فهيلاقي ان احنا في مكان مخصص للحيوانات، اللي مهتم بالرياضات المائية فاحنا عندنا فعاليات وعندنا يعني ارقام كمان هتتكسر، بس كل ده هيعلن عنه قدام يعني. لو المهتم بالرياضات الجوية ففي باراموتور، في فعاليات كتيرة فعلا في الوقت ده، وده بالفعل وجود القناة دي هتخلينا عايشين في المهرجان بكل تفاصيله، ولو احنا مش قادرين نتابع كل التفاصيل والفعاليات هنكون موجودين فيها من خلال متابعتنا للقناة الخاصة بمهرجان العالمين في نسخته الثانية. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا المخرج احمد النبوي المشرف على التصوير والنقل التلفزيوني لحفلات وبرامج مهرجان العالمين، نورتنا وبالتوفيق دايما ومزيد
المزيد من النجاح والتألق كده، وهنتابع كل الشغل اللي هتقدموه ان شاء الله. شكرا، بشكركم على مجهودكم بصراحه. ربنا يخليك. شكرا لكم. كنا معاكم مشاهدينا من مدينه العلمين الجديده، وزي ما بيطلق عليها روادها هي لؤلؤه البحر المتوسط، وهي فعلا يعني جوها وشمسها وكل ما فيها من فعاليات وانشطه واجواء جميله جدا جدا، يعني بتخلي السعاده تدخل لقلبك في اي وقت وفي اي مكان انت موجود فيه في مدينه العلمين او بتتابع مهرجان العلمين في نسخته الثانيه.